أفتح الصالة بجمع مصرية فيها عشان أشتري أواعي للعيد. أنا كنت سنة بشتري شواعي للعيد. وعند الظروف المادية الحمد لله رب العالمين يعني سيئة شوية، جوزي لأنه قاعد وإذا اشتغل بيشتغل يوم 10 لأ طبعا على حسب الوضع اللي في البلد كلها. هو العيد الفات إنه كان في حرب طبعا وما كانش يعني إنه الواحد مبسوط، وإحنا ما قدرناش يعني نفرح الأولاد فيش إلا أي هم وإهاب. اللي قدرنا وعن طريق مساعدة هي اللي ساعدتنا وجبنا لهم الأواعي للعيد. رحت مع أمي وخالتي وأخويا على المحل وقعدت أنقل الأواعي اللي بدي إياهم. أنا كنت مبسوطة كثير عشان اشتريت أواعي للعيد. وصلنا عند المحل اللي حكولنا عليه، فطبعا هم ما كانوش مصدقين حالهم لانه في حاجات كتير اواعي كتير، كانوا حاطين طبعا حاجه في بالهم، فبعد ما اختاروها وقاسوا القياسات انه كتير مبسوطين كانوا. شكرا لكم كتير على الاواعي، عشان اول مره البس اواعي جداد بالعيد. Last year, through the generosity of donors like you, Rebuilding Alliance's partner NGOs gave 200 children the opportunity to select new clothes for Eid right before the bombing started. Please donate generously to give 400 children in Gaza the opportunity to choose their Eid clothes. Your gift of Eid clothing will bring the joy of Eid to these needy children.